هذا البرنامج مقدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوج المغربية للألعاب والرياضة. MDGS نربح الرياضة. المواقع الى حافلات المغرب الفاسي ماشي شي حاجه عاديه اللي كت اللي كت اللي كتطرى في جميع المقابلات. نتمنى ان يعني هذا الشيء ما يبقاش يطرى سورتو فواحد يعني فواحد الجو رياضي اللي دارت به المقابله. كنتمنى ان يعني نداركوا هذا الانهزام ونرجعوا لسكة الانتصارات كيف كنا متعودين عليهم. للاسف الشديد كيف لاحظنا فريق المغرب الفاسي يدخل عازم في الشوط الثاني انه يجيب انتصار. هناك ضربات جزاء مشكوكه لفريق المغرب الفاسي ولفريق الجيش الملكي للاسف. لاحظنا بان كان مشاكل كثيره يعني في فريق المغرب الفاسي في التحكيم. انا ما كنبغيش يعني نتكلم على التحكيم ولكن كنظن بان هناك يعني كل مقابله مول مقابله كنلاحظوا بان فريق المغرب الفاسي دائما كاين يعني في عنده مشاكل تحكيميه. ولكن الحمد لله كيف كنعرفوا الفريق المغربي الفاسي فرض وجوده في القسم الوطني الاول. الحمد لله احنا منين جينا راه كانت الفرقه في واحد الوضعيه اخرى لا نريد نتكلم عنها. فريق الحمد لله اقتنى ارض ديالو ديال مركز التكوين ويسير نحو يعني هيكله فريق بالتكوين ديالو بالبنيه التحتيه ديالو. ونتمنى يعني الفريق الاول انه يواكب دائما الفريق الاول ولا لوكوموتيف ديال الصوره ديال الفريق. وفضلنا اننا من هذه السنه نعولوا على لاعبين شباب شبان الذين خريجين من مدينه فاس ومن فريق المغرب الفاسي. نتمنى حظ موفق لفريق الجيش الملكي وحد نتمنى ان شاء الله ان يعني الفريق يدارك هاد المقابله ويرجي بثلاثه نقاط يوم السبت امام حسنيه اكادير. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سيت تي في. هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوج المغربيه للالعاب والرياضه. MDGS نربحوا الرياضه.